شكرا للزميل العزيز كابتن محمد ابو شادي على التعليق الرائع على نهائي دوري المرتبط طبعا بعد مراسم التتويج سواء الجوائز الفرديه او كاس البطوله بطوله دوري المرتبط للنادي الاهلي للموسم الثالث على التوالي. يوسف احمد هداف دوري المرتبط على مستوى الناشئين لاعب نادي سبورتنج، ايضا محمد وائل ميدو هداف الثلاثيات لاعب نادي السموحه، عمر عصام عبد الحميد افضل لاعب في دوري المرتبط لفريق الناشئين للنادي الاهلي، عمر عصام عبد الحميد ابن نجم النادي الاهلي السابق والمنتخب المصري كابتن عصام عبد الحميد، ايضا على مستوى الرجال عمرو الجندي هداف البطوله لاعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي، ايهاب امين هداف الثلاثيات، ومصطفى كيجو في الظهور الاول مع النادي الاهلي واللقب الفردي الاول لمصطفى النكاوي ومصطفى كيجو كافضل لاعب حسب الفعاليات حسب الاداء والفعاليات على مدار مباريات الدوري المرتبط، الفعاليات طبعا الدفاعيه والهجوميه والريباوند والتغطيه والدفاع باحصائيات معينه، مصطفى كيجو يفوز بجائزه افضل لاعب كافضل لاعب مؤثر في دوري المرتبط لهذا الموسم، وهذه اول جائزه فرديه لمصطفى كيجو. مصطفى النكاوي بعد انتقاله الى النادي الاهلي طبعا موسم جديد وبطوله جديده تضاف الى النادي الاهلي وهذا الجيل الرائع سواء على مستوى الرجال او الناشئين، ايضا هناك محمد اشرف توفيق المدير الفني لفريق تحت 18 سنه للنادي الاهلي المدرب الرائع، مستقبل كبير لمحمد اشرف توفيق في كره السله الاهلاويه بيقود النادي الاهلي لفريق الناشئين للفوز على نادي سموحه ذهابا وايابا، ايضا اجوستي جولبي بيحقق اللقب ال 11 ليه في مسيرته مع النادي الاهلي خلال موسمين وبدايه هذا الموسم البطوله رقم 11 لاجوستي جولبي المدير الفني للنادي الاهلي. طبعا زي ما قلنا اهميه دوري المرتبط هو ارتباط نتائج الناشئين بالفريق الاول، ده يعني بيدي نوع من المسؤوليه وعلى قطاع الناشئين وعلى اللاعبين الصغار انهم يتحملوا المسؤوليه ويخشوا في اجواء المنافسه على خطى الفريق الاول. كابتن هاني يمكن القاب خلينا نقول الالقاب الفرديه او الجوائز الفرديه في اربع جوائز للنادي الاهلي، جائزه على مستوى الناشئين عمر عصام حميد وثلاث جوائز على مستوى الرجال، وفي يمكن جائزتين واحدة سبورتنج واحدة سموحة، ده بيدل زي ما كابتن زاهر قال على قيمة ومستوى الناشئين في النادي الأهلي وسموحة وسبورتنج تحديدا في هذا الجيل. اسمح لي بس طبعا يعني بس في حتة صغيرة طبعا خارج الباسكت طبعا طبعا تشريف الدكتور هشام العمري طبعا فكرنا بإن احنا ندعي لأخونا العزيز العمري فاروق. أمامنا دلوقتي الأستاذ هشام العمري شقيق معالي الوزير العمري فاروق، يعني نتمنى له كل الشفاء إن شاء الله والعودة من جديد للاحتفال، ده هو مكانه هنا دايما. يعني العمري من الداعمين الباسكتبول بطريقة قوية جدا وهو من الناس الجميلة الحقيقة، نتمنى له الشفاء وربنا يلطف بيه إن شاء الله ويقوموه بالسلامة. طبعا زي ما قلنا النادي الاهلي الجوائز الفرديه بتعبر عن اداء اللاعبين، ان هو طبعا زي ما قلنا النهارده اصبح في ستاتستكس موجوده فلجنه الاحصاء هي اللي بتطلع، يعني مفيش خلاف مش رايي انا فيها او راي حد، لا ده ارقام، فالارقام اللي موجوده بتفيد ان اللعيبه ادت بهذا المنطق ده. يعني حتى احنا قلنا على مصطفى كيجو فقلنا النهارده اللي محسوب على مصطفى كيجو هو الافشنسي، فاغلب ماتشاته الافشنسي معنى كده ان هو كان جوه الجيم لعبه متوازن ما بين الدفاع والهجوم والريباوند وعدم ما يعملش غلطات، فبيديله رقم في الاخر هو ده الافشنسي، فبناء عليه مجموع الماتشات الافشنسي ده بيطلعك احسن لاعب.